هذا يعني أقل ما يمكن يدعى لهذاك الرجل، لأنه هذاك الرجل شخصية وطنية وله ماضي ماضي، وهذا الالتفات الملكي. أنا كنظن بأنه في محلها، وكيت الكيفية اللي سلم عليها باش سلم بها هاي تدعى الملك، ما بوش لي لا يديه ولا كتفه. وجنبي كانت واحد الموقف يعني ديال الرجل عنده واحد الكرامة وعنده واحد الشجاعة وعنده احترام لرئيس الدولة.